السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كي داز حسكم؟ كلشي بخير على خير الحمد لله. خوتي خواتاتي، جبت لكم واحد الوصفة فعالة تتحمق نمر واحد بالنسبة للآلام ديال الظهر. جربتها غير اليوم وعطاتني واحد المفعول. اش نقول لكم؟ سبحان الله، كيفاش كان هذا المكون حدا عيني وفي الكوزينة وكندوز عليه يوميا وكنستعملو يوميا وما فكرش ندير له هذه الطريقة وما فكرش نشربه بهذه الطريقة. سبحان الله، وانا عندي آلام في ظهري. وسبب هذه الوصفة اللي درتها اليوم غير واحد السيدة ملحومة كانت مسكينة، مرضات بالركبة وتبلوكات ليها الركبة، وانا ما كنعرفش واش المعرفة زعما صحيحة، ماشي صديقة ليا ولا وليني في الحومة، بعيدة شي شوية وليني كاينة في الحومة. مي كنتلاقاو بالسلام السلام، المهم غبرات ديك المرأة مسكينة. وبعد واحد الفترة الزوج ديالها تلقى السي محمد وقال له ودي، بقى كيعاود على مرتو، قال له مسكينة راه شادة الفراش والركبة ديالها مبلوكية صافي، مكتحركهاش نهائيا. ومشينا للأطباء وقالوا لنا واحد الثمن باهيط باش يديروا العملية على الركبة، باش يبدلوا لها كاع المفصل ديال الركبة. وتصوروا انا بكثر ما عاود لي السي محمد هذاك المعاوده، بحال عزات فيا ديك المره، بقات فيا بزاف. قلت انا وغدا ان شاء الله، بقيت عاودها لي بالليل، قلت انا ان شاء الله غدا ان شاء الله بحول الله غنصبح يطلع الشمس ويصبح النهار ونمشي عندها نطل عليها بسبب الله، وندير لها بعض الوصفات اللي كنعرف انا على داك الشيء ديال الخشونه ديال الركبه وهذا. وكانت هذه الوصفه هذه ما بين ديك الوصفات، وانا زاهي على راسي زعما ما ديهاش في راسي، ولاني بالمعزه زعما انني بغيت نساعد ديك المراه، قال ليها بعض الوصفات منهم هذاك الوصف. المراه مسكينه غير بوحدها في الدار، عيت كنطق في الدار ما كاينش اللي يحل لي الباب. رجعت قلت السي محمد ما جا من الخدمه، قلت له ودي راه داك السيده مشيت نشوفها، ولاني ما مسكينه يمكن ما قداش تحل الباب اصلا. الراجله قالنا طريحه هذا الفراش ما كيدير لها غير الترويض وبوحدها يمكن في الدار داكشي. مو اخوتي رجعت، المهم بدنا هذاك الليله وهالو الالم الظهر عندي زعما واحد الالم فظيع لدرجه ان كنخاف شي واحد يدوز من حدا ظهري يمشي يقاصني فيه. عندي الم كانت عندي خشونه ديال العمود الفقري وكيتسبب لي واحد الالم كبير. وانا نقول راه نجرب شي وصفه من دوك الوصفات بعدا انا نديرها للدار، حيت انا عارفه هما غير الركبات يصلحوا بزاف للركابي. شنو مفصل راه نشوف على العمود الفقري ديالنا وديالي زعما، ونشوف عليك الله مشيت شنو جلات. تصوروا بعد هاد المكون شنو هو، هادو هاد المكون هو الخرقوم. تعجبوا واش الخرقوم يدير هاد العجب هذا؟ الخرقوم اللي كنديروه يوميا في الطياب ديالنا وكنديروه زعما كنستعملوه يوميا، وليني بهاد الوصفه سبحان الله مختلف على الكوني انا كنديروه في الطياب وداكشي. تناكلو الطياب فيه خرقوم وكلشي، واني هاد الوصفه عطات مفعول كثر وكثر 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 وعطات النتيجه. وديك الالم ما بقاش الالم كنحس فيه، مازال ظهري شويه كنحس فيه زعما باقي ما شدش راسو مزيان، ولي الالم اللهم لك الحمد. وانا نقول راه نمشي نشوف خواتاتي نقول لهم لا تكون شي وحده فيها حتى هي مسكينه الالم في الركبه ديالها ولا شي مفصل ولا في الظهر، ولا دير تعتق راسها بهذا الخرقوم. هانتوما كتشوفوا هذا خرقوم بلدي، هانتوما خرقوم البلدي وغطحني على يدك وياك شي مطحون، ها هو الخرقوم البلدي. الحمد لله كيطحنوا العطار من عنده، شديه مسحيه مزيان ونطفيه ورديه له. لا بغيتي تشمشيه مشمشيه صافي ورديه للعطار قول له طحن. هانتي الحبيبه ديالي، شوفي على رحمه الله سبحانه وتعالى، هانتي درت قد هاد المعلقه هذه. دابا هذا مطحون، هانتوما هذا مطحون، درت قد هاد المعلقه هاكا بهاد التقويبه ديالها، هاكا معلقه صغيره عامره بهذا الشكل. شديتها درتها في مي بحال هاكا، شديت ميها شربتها بديت نتصنت على راسي دابا فوقاش يجي الفراج وربي يحيد عليا هاد الحريق اللي كنت كنكذب. سبحان الله سبحان الله اللي خلقنينا هذا الخير يا ربي سبحان الله. شو مش فوقاش هو حدايا وانا ما كنردليش البال، وما زعما تنقول انا الركبات يصلح الركبه الم مفاصل، ولاني انا ما مشيتش للعمود الفقري، بس انا غير الركاب وزعما كيدار مثلا
الالتهابات فيما كانت، ولكني ما مشاليش عقلي للعمود الفقري، وانا درت على العمود الفقري اللي فيه الخشونة، عطاني واحد الراحة ما يكون كل حبيب. وهانت الحبيبة ديالي، اذا كانت كتضرك شي مفصل سواء في الكتف ولا في الركبة ولا في السس ولا الظهر ولا شي حاجة، تقي راسك بهاد هاي الخرقوم معلقة بحدة على الريقان شربتو مع شوية الماء، يجيب الله التيسير، الله يشافي كل مريض. واش غنقول لكم؟ خليت لكم الراحة، والسلام عليكم.